بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. مش هقول محاضره عن انبا انطونيوس، لا لو سمحتوا شويه هدوء اللي في القدام، سلامات نخليها بعدين لو سمحتوا. الحقيقة وأنا قاعد دلوقتي فكرت، يعني دايما بستفيد من كل مناسبة، فسألت نفسي هذا السؤال: يا ترى أنبا انطونيوس وهو شاب صغير، ممكن توطي الميكروفون شوية صغيرة، يا ترى أنبا انطونيوس وهو شاب صغير كان يتخيل في يوم من الأيام إن لغاية القرن 21 العالم كله لا زال يشعر بفضل نعمة ربنا الفائقة في حياته؟ مش ممكن. لعل أقصى ما كان يشتهيه إن يعيش كشاب طاهر نقي مقدس، كان يا جماعة اللي ورا لو سمحتوا، ما يشتهيه أن يكون شاب نقي طاهر مقدس يكون له نصيب في السماء، لكن لم يكن يتخيل في يوم من الأيام عمل الله العجيب فيه. يا ريت اللي بيشتغل في الكراسي بلاش دلوقتي يلمها عشان الصوت. أنبا انطونيوس لو بصينا لعمل ربنا فيه عجيب. أول عمل عمله ربنا في أنبا انطونيوس أخته، وهو شاب صغير لسه ما بداش حياة الرهبنة، ولم يكن في ذهنه إيه حتى معنى كلمة راهب. كانش كلمة راهب معروفة، يمكن كان المعروف كلمة ناسك، لكن حتما صورته الملهبة بالحب والقلب المفتوح لما عرض الفكرة على أخته كان الرد الفعل ما فيش حوار. قالت له: أنت مش بتحبني؟ قال لها: طبعا أنت عارفة. قالت له: تدور على خلاصك وتسيبني أنا لوحدي؟ قال لها: طلباتك إيه؟ قالت له: طب أنا مش همنعك عن حياة اللي أنت عايزها، واديني الفرصة أن أنا أعيش الحياة المقدسة اللي أنت تعيشها. وبالفعل وصلها لإسكندرية وسلمها لإحدى بيوت العزارة. ده لسه ما بداش حياة الرهبنة. أنبا انطونيوس أثر على كثيرين، لعل أكثر أثر ليه أثره على القديس أثناسيوس الرسولي اللي بنعتبره أحد أعمدة الكنيسة الجبابرة في الإيمان وحفظ الإيمان بلاهوت المسيح، تتلمذ على إيدين أنبا انطونيوس، وكان زي ما هو بيقول قعد 3 سنين كان يغسل يديه، دي كانت علامة التلمذة يعني. أنبا انطونيوس أيضا كان له تأثير على شخصيات لم يلتقوا معه مطلقا زي القديس أغسطينوس ويسميه الرجل الكامل. مجرد سمع سيرة أنبا انطونيوس اللي كتبها أثناسيوس تحول من إنسان مقاوم للكنيسة إلى إنسان شاهد كسب الآلاف للمسيح. أنبا انطونيوس أيضا ليه تأثير حتى على أهل العالم زي الفلاسفة اللي تقابلوا معاه وأحبوا ربنا وهم وثنيين واشتاقوا أن يعيشوا زي أنبا انطونيوس. أنبا انطونيوس له تأثيره على الكنيسة في أيامه وله تأثيره على الكنيسة حتى هذا اليوم، ومتهيألي هو وداخل بيني وبينكم هيبقى ألوف ألوف ملايين الملايين يقف يقول لربنا: هانذا والأولاد الذين أعطانيهم الله. أنا هقول كلمتين صغيرين مش هطول، لكن السؤال اللي يشغلني: أنبا انطونيوس حتما كان بيقف قدام ربنا
زي ما كان شاول الطرسوسي يقف قال له ما ستريد يا ربي أن أفعل. لم تكن قدام أنبا أنطونيوس خطة هروح أدرس كذا وأدخل الجامعة الفلانية. طبعا كان زمان الجامعات اللي في اسكندرية أو في اليونان جامعات المشهورة اللي لازال آثارها موجود لغاية النهاردة في الفلسفة. ولم يضع في ذهنه عمل معين في الكنيسة، أخذ خدمة فقراء ولا مثلا أعمل عمل تبشيري ولا أي عمل من الأعمال. كل اللي عمله كان قلبه بيصرخ قدام ربنا ماذا تريد يا ربي أن أفعل؟ إيه اللي أنت عايزه مني؟ كنت قاعد امبارح مع ناس كبار في السن، يعني اثنين كده في زيارة عائلية، وبعدين قلت لهم هسألكم سؤال وقولوا لي الرد عليه. قالوا لي إيه؟ قلت لهم تفتكروا ربنا خلقكم ليه؟ كان سؤال غريب، دي ممكن تقولها لطفل صغير، لكن ناس كبار في السن. قلت لهم يعني ما سألتش ربنا جبتني في الدنيا دي تعمل بيا إيه؟ مش ممكن ربنا جابك تكبر وتخلف وتجيب أحفاد وبعد شوية تقول لهم مع السلامة وتمشي. كل إنسان في عينين ربنا إنسان الله ليه رسالة خطيرة، بس محتاج أن يقف قدام ربنا يقول له هذا بين إيديك ماذا تريد يا ربي أن أفعل. لم يكن قدام أنبا أنطونيوس إلا أنه حط حياته في إيدين ربنا وكان سيريس في حياته وجد في حياته، وكانت النتيجة أثر. يكفي أن أول ملك أول إمبراطور في العالم قبل المسيحية هو مين؟ قسطنطين. بعت له رسالة يقول له أرجوك ترد لي عن الرسالة دي علشان أحتفظ بيها بركة في المملكة بتاعتي. طبعا كل الرهبان انبسطوا وهيسوا. قسطنطين اللي فتح الكنائس وأول إمبراطور مسيحي وعمل كل الأعمال المجيدة دي، طبعا كله بقي حيتنططوا من الفرح. جو بعد تاني يوم قالوا له يا أبينا يا أبانا بعت الأنبا أنطونيوس القديس الإمبراطور قسطنطين. قال لهم الحقيقة ما لقيتش وقت. تاني يوم ما لقيتش وقت، تالت يوم ما لقيتش وقت. ده إمبراطور، قالوا له ده حول معابد الوثنيين الهياكل الوثنية إلى كنائس. إنسان خدم كتير، وطبعا مامته هيلانا المشهورة بعملها المجيدة الروحية. قال لهم بصراحة أصرحكم بصراحة وقتي ضيق جدا، لما أرد على المسيح وأخلص الرد الرسالة بتاعته هبقى أرد على قسطنطين. إيه رأيكم؟ هذا الإنسان، وأنا قاعد كده قعدت أفكر، وأنا قاعد كده خدت قلم من دكتور جورج يعني وكتبت شوية نقط صغيرة. عايز أعرف سر القوة في أنبا أنطونيوس. سر القوة حاجة واحدة، أنه أدرك أنه إنسان الله، أنه أدرك أنه إنسان الله. كلمة إنسان الله يعني أنا مش جاي باي تشانس أو هبهزرت في العالم، إلهي جابني لي رسالة. إيه هي؟ أنا معرفش، لكن بيقول له أنا ابنك، في المعمودية اخترتني أكون ابني ليك، أعطيتني روحك القدوس، قل لي ماذا تريد يا ربي أن أفعل. وده بينقص كثير، آسف أقول، من الأسقفة والكهنة والخدام والخادمات ومن الشعب. ابنك ما بيشوفكش وانت واقف تقول لربنا عايز مني إيه يا رب، عايز مني إيه يا رب. قاعدين بنشتغل بمخنا وبفكرنا وبتخطيطاتنا وبتدابيرنا، وفي ثواني كله ضيع زي ما حصل في مصر اليومين دول. نحتاج ان احنا نرجع لربنا ونقول له ماذا تريد يا ربي ان افعل. اول حاجه عملها أنبا أنطونيوس، وارجو انها دي تشغلنا، انه انفتح قلبه على الله القدوس. للاسف بعض
الكتابات الرهبانية شوهت الصورة بتاعت الرهبنة. أم بنتونس لما تقرأ رسائله تشعر أنه إنسان قلبه مفتوح على الله القدوس لكي يكون مقدساً لربنا، زي ما قال في سفر اللاويين الأصحاح 11 والأصحاح 20: كونوا لي بتوعي، كونوا لي قديسين كما أنا قدوس. ما كانش اللي يشغله حبطل الكذب وما دينش الناس وحقرا في الإنجيل وححفظ ألحان وحامل مش عارف إيه، كل ده حلو، لكن ما يشغله إن أنا مش ممكن أصير مقدساً لله ما لم أنفتح على القدوس. اقرأ عباراته الجميلة في الفيلوكاليا للأنبا أنطونيوس، كيف تتقدس العينين والودان والقلب والأحاسيس والمشاعر والعواطف. مين اللي يقدس كل ده؟ مش مجرد تداريب يعني فيزيكالي، لكن ما هو أهم من التدريب دي؟ تدريب إنه يقول له أنت هو القدوس، مين يقدس عيني؟ مين يقدس فكري؟ مين يقدس عواطفي اللي تعباني؟ مين يقدس أحلامي اللي ماليش سلطان عليها غيرك؟ آمن بالله القدوس وانفتح عليه ودخل في شركة مع القدوس فصار مقدسا. النقطة الثانية، كان معزول في المغارة بتاعته، قعد حوالي 20 سنة، ربما لم يرى وجه إنسان إلا القليلين اللي بيجيبوا له العيش الناشف اللي يقعد بيه 6 أشهر على ما يجيبوا له المؤونة بتاعت 6 أشهر اللي بعدها. لكن هو جوه المغارة بتاعته قلبه مفتوح على الكنيسة، قلبه كان مفتوح أكثر من كثير من الكهنة والخدام اللي عايشين جوه اسكندرية. تقول لي هو راهب؟ أقول لك هو راهب. لما سمع أنبا أنطونيوس عن الأريوسية أنها بدت تنتشر في اسكندرية، عمل إيه؟ ما راحش المكتبة وجاب كتب وطلع آيات وقال إيه؟ نطلع آيات للرد على الأريوسيين؟ أبداً. ده نزل اسكندرية فاهتزت اسكندرية كلها، قالوا إيه؟ قالوا هوذا رجل الله قد جاء إلى الإسكندرية. وكثير من الأريوسيين مجرد ما سمعوا عن مجيئه رموا الهرطقة وراحوا له ورجعوا للإيمان اللي عملوا في زيارة واحدة لم يستطع كثير من الكهنة ولا الوعاظ ولا الخدام يعملوه في سنوات طويلة. إنسان الله المفتوح على الكنيسة. لما قعدوا معاه مجموعة جايين له من مسافة بعيدة وكل واحد يسأله هو يجاوب، فواحد كان صامت قال له يا حبيبي ده انت واخد مشوار طويل، طلباتك ايه؟ مالكش سؤال؟ قال له يا أبي رأيت وجهك فوجدت كل الإجابة على جميع أسئلتي. رأيت وجهك فلقيت الإجابة على إيه؟ على جميع أسئلتي. أنا نفسي كده أبص في وجوهكم يا ترى ألاقي الإجابة اللي جوه قلبي ولا لا. أنا خايف على نفسي وخايف عليكم. نفسنا نكون أناس الله، صدقوني لو كنا أناس الله لا نحتاج إلا أن نلتقي مع الله ومع الكنيسة وإحنا جوه مخدعنا، واحنا جوه مخدعنا والله يحرك العالم كله من اجل صلواتك وطلباتك وحياتك المقدسه المرضيه امام الله. بنشتكي كتير نقول الجيل الجديد تعبان. انا عكس هذا المبدا، اقول الجيل القديم تعبان وكتر خير الجيل الجديد لسه عايش مع ربنا بالرغم من اللي بيشوفوا فينا. صح؟ أنا ده رأيي، صح غلط لما نطلع فوق نسأل ربنا، لكن بصراحة احنا بنضيع، مش بيشوفوا المسيح في وجهنا. أقول لكم قصة، وفي واحد بس هنا يعرفها
في كل المنطقة، مش هقول على اسمه. في يوم من الأيام زرت بلد من البلاد، وبعدين واحد قال لي: يا ابونا عندنا مشكلة في المدينة دي. قلت له: ايه؟ قال لي: ولادنا عايزين يرقصوا، عايزين ينزلوا دانس. تفتكر نعمل ايه؟ فالكاهن كده ميل، كنت وقتها رايح زيارة، الكلام ده يمكن من 20 سنة ولا حاجة أو أكتر، فميل كده على ودني قال لي: يا ابونا المشكلة مش في الولاد، الولاد يناموا والأبهات والأمهات ينزلوا دانس، يطلعوا ويرجعوا فاكرين الولاد مش حاسين، فبيجوا في الاعترافات يقولوا لي: بابا وماما نزلوا حضروا حفلة دانس وفاكرين إن احنا مش عارفين. فالمشكلة مش في الولاد، المشكلة في الإيه؟ في الكبار. صدقوني مش عارف أقول إيه، أنا بتكلم عن نفسي ككاهن، يا ترى هل أستطيع أن أنا أدخل إلى مخدعي والكنيسة كلها تتحرك وأنا ساجد قدام ربنا، ولا إنسان روتيني في حياتي؟ نحن نحتاج أن ننفتح على الله القدوس، ننفتح على الكنيسة فيتقدس الكثيرين أيضا. القديس أنطونيوس أقول لكم ذهنه أو عقله أكثر اتساعاً من كثير من قادة الكنيسة في العصر الحالي. أنطونيوس فتح بابه للفلاسفة الوثنيين وقابلهم مقابلة رائعة ودهشوا. ومرة مجموعة من الفلاسفة الوثنيين قالوا له: يا أبانا، احنا كنا متوقعين زي ما بنروح نزور الفلاسفة نلاقيهم ناس عواجيز ومسكين عصي زي ما الأخ اللي شبه أنطونيوس ومسك عصاية، الكلام ده مش صح وماشي كده بالعافية. ده أنطونيوس تنيح في سن 105 سنة وكان جسمه يقول انه كان في كامل صحته وكان نظره في منتهى القوة. فياريت التمثيلية الجاية أنطونيوس ما طلعش بالصورة دي، أنطونيوس يطلع قوي وفرحان وسعيد ومتهلل، وبلاش المشي اللي بيعكس دي، دي مش أنطونيوس بصراحة، سامحوني بصلحها جورج. مش اقرا التاريخ وشوف أنطونيوس كان ماشي ازاي. أنطونيوس انسان حي، بقولها من قلبي، انسان ملتهب بالروح، مش بس في الأمور الروحية لكن في كل حياته. لما شافوه الفلاسفة قالوا له: احنا بنعجب انك انت في مغارة لا فيها أدوية ولا فيها أكل كويس ولا جنبك أطباء ولا جنبك أرض زراعية ولا عندك وسائل للراحة، وأنت متهلل وسعيد وفي كامل الصحة وكل حاجة كويسة فيك ودائم الابتسامة. قال لهم: بس كنت عايزكم حاجة واحدة. قالوا له: ايه؟ قال لهم: المشكلة انكم بتبصوا للمغارة بتاعتي لقينها فاضية، انا مش ساكن لوحدي في المغارة، الهي ساكن معايا وانا ساكن معاه، احنا عاملين شركة كده في المغارة انا والمسيح، فعايشين مع بعض، عشان كده مش مخليني محتاج لحاجة، لا الاكل ولا الدواء ولا الدكتور ولا الابتسامة ولا اللطف. يقولوا عن أنطونيوس: كان دائم الابتسامة. أنا نفسي كده لما حتماً هيجي في يوم من الأيام التكنولوجيا تبقى يعني جديدة، تصور القلب وتشوفه مبتسم ولا مكتوم. هو طبعاً دلوقتي بتصوره للطب، كان عايزين نشوف كده كام قلب من اللي في الكنيسة متهلل بالروح بصراحة كده. يقولوا عن القديس باسيليوس وهو من أكثر الناس النساك، وكان مريض من طفولته لغاية آخر نسمة في حياته، يقوله كان دائم الابتسامة ويشتاق أي إنسان أن يتكلم معاه، مع أنه كان في منتهى الجدية سيريس في حياته لكن دائم الابتسامة. عكس بيوتنا النهاردة، تدخل البيت تلاقي الزوجة مفوزة في حتة والراجل في حتة، ويقول لك: بس نستر على نفسنا قدام أبونا يتكلموا، لكن طلع من القلب بصراحة مفيش. العيال حاسين، الولاد شعرين، ما في البيت مش كنيسة حقيقية مملوءة بفرح الروح. أنطونيوس حول المغارة إلى سماء، لذلك اصطاد
بعض الفلاسفة أن يقبلوا الإيمان لأنهم داءوا السماء. أنبا أنطونيوس أيضا عمل عمل خطير جميل، وهو أنه كان منفتح على الله، منفتح على الكنيسة، منفتح على العالم، منفتح على السماء. كانت العبارة الجميلة في أيامه اللي يقولها كثير من الآباء: جاء المسيح ليحول الأرض إلى سماء والبشر إلى ملائكة. أنا متذكر في هومديل من 10 كام سنة، ما أعرفش 10 ولا 11 سنة، فاتكلمت عن إيه؟ السلام للكنيسة بيت الإيه؟ الملائكة. فقلت لهم كل واحد الاي دي بتاعه بدل ما يكتب مستر أو ميسز أو إلى آخره يكتب ذا إنجل أوف جاد فلان. ففي إحدى الأخوات جات زارتنا، ست كبيرة يعني، وبعدين قالت: أنا عارفة إنك أنت بتنسى الاسم وبتلخبط في اسمي، أنا ملاك الله فلانة. مش أنت قلت لنا كده؟ يا سلام، يا ريت يا رب، يا ريت كده كل واحد ينادي كده الطرف الثاني: ده ملاك الله فلان أو فلانة. ينفع؟ ولا تقولوا العكس؟ ربنا يستر. فنفسنا ننفتح على السماء، بيوتنا تبقى سماء، حياتنا تبقى سماء، علاقتنا بالناس كعلاقة الملائكة مع بعضهم البعض. صحيح النهارده كنت بتكلم، وأنا بتكلم الصبح بقول أكتر حاجة بتتعبني لما يجي إنسان يعترف، لأنه تحولت الاعترافات إلى حواديت. الاعتراف ده سماء، حتى ولو جاي بيبكي على خطاياه، لكن يخلي قلب الكاهن كده يشتاق بالأكثر إلى الحياة السماوية. إيه رأيكم؟ الاعتراف مش مجرد دموع وبكاء وخطاياي ونجاسات قلبي، الاعتراف رجوع إلى الله السماوي، فأدخل للسماء وأعيش في السماء. أنبا أو القديس أنبا أثناسيوس، سر قوته أنه داء السماء على أيدين أنبا أنطونيوس. يقولوا له تتنفي، يقول لك ويا أتنفي، ممكن يعيش في المقبرة بتاعت بابا، يسافر في فرنسا منفي، لكن ما حدش يقدر يحرمه من السماء اللي عايش فيها. أينما وجد عايش في السماء. نفسي كده إيه وإنت داخل النهاردة في البيت تحط إيه على الأوضة كده بتاعتك: هنا السماء الجديدة يسكنها فلان مع الله. تنفع ولا متنفعش؟ يا رب يا رب كده تدهنا كلنا. أيضا أنبا أنطونيوس كان محب للتعلم، ربنا اداله اتعلم من كثيرين، ويكفي انه اتعلم في اواخر ايامه من مين؟ من أنبا بولا، عشان ربنا يديله قلب ما يسقطش في الكبرياء. قال له: انت تطلع مين؟ ده في غيرك، انا حفر ايه هوديك تاخد بركته قبل ما ايه ما يروح. اخر نقطه هتكلم عنها باختصار قوي، وهي أنبا أنطونيوس في الواقع يكرم كل إنسان، يؤمن أن كل إنسان ليه رسالة معينة، فيحترم ويقدر كل إنسان، كل طفل، كل رضيع، كل شاب، كل مسيحي، كل إنسان غير مؤمن. يؤمن أن ربنا ما خلقش واحد على البيعة. وتظهر دي في حياة مين؟ في قصة القديس بولس البسيط. عارفين قصته طبعا، بولس البسيط ده دخل لإمراته سقط في الخطية مع واحد، شاف المنظر رجع بظهره ورجع كده راح لأنبا أنطونيوس، وقعد على الايه على المغارة ما فتحلوش، فين ما عرفش كام يوم فتح له المغارة. قال له: طلباتك؟ قال له: بصراحة أنا جاي عايز أعيش معك. قال له: أنت تعيش معايا؟ ده الشبان مش قادرين يعيشوا هنا في الجبل. قال له: احتملني، جربني جربني، ايه حكايتك؟ قال له: دخلت لقيت زوجتي بتعمل الخطية، أنا مش بحب أدين حد، ربنا يسامحها ويتوبها ويصلي لها إنها ترجع وتعيش مع ربنا، عايز أكمل أيامي هنا. راجل عجوز كبير في السن، فجاله واحد معاه بنت فيها روح شرير، قعد يصلي عليها أنبا أنطونيوس ما طلعش الروح. قال له: حبيبي وأنت نازل هتلاقي واحد كده في زقر كده مغارة،
في الطريق موجود لغاية دلوقتي من مغارة أنبا أنطونيوس لسفح الجبل في مغارة القديس بولس البسيط. قال له هتلاقي واحد قال له أنبا أنطونيوس يقول لك صلي للأخت دي. فراح خبط لقي بولس البسيط قال له أنبا أنطونيوس بيقول لك لو سمحت صلي على. قال له أنبا أنطونيوس أنا أصلي عليه بعد ما هو صلى عليها؟ قال له على كل من أجل الطاعة. فوقف كده قال له يا رب من أجل صلوات أنبا أنطونيوس اللي بعت لي الأخت دي اتصرف. فخرج الشيطان منها. نفسي النهاردة كده قبل ما نمشي ناخد قرار جديد كده، ماذا تريد يا ربي أن أفعل؟ هو تفتكروا أنبا أنطونيوس يعني شخصية غريبة؟ لا، كل واحد فينا ممكن يبقى زي أنبا أنطونيوس. لنبدأ بدءا حسنا، ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ونعيش مقدسين لي ونحيا كما حيا الأنبا أنطونيوس. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.